كنت لسه هكلمك لكن على النقطة دي. لعبت انت في نوادي كتير، الأهلي ما كانش قريب منك في أي فترة من جدا الفترات؟ في الفترة اللي هي أول موسم ليا في الدوري الممتاز ايه اللي حصل؟ جالي عرض من النادي الأهلي وتواصلوا معايا، وأنا كانت دي رغبتي بصراحة إن أنا أكون متواجد. وأنت عارفة أنت لسه أول موسم ليك دوري ممتاز وطول عمرك بتلعب في الدرجة التانية، طبعا فلما يجي لك عرض ومن النادي الأهلي طبعا. فالموضوع كان بالنسبة لي حلم، وحسيت إن أنا قريب منه إن أنا أقدر أحققه، خصوصا بعد ما المسؤولين قعدوا معايا واتكلموا معايا، فحسيت إن الدنيا قريبة جدا. لكن فوجئت بقى برد المهندس فرج عامر إنه طلب مبلغ مالي ضخم جدا في التوقيت ده، كان طالب 12 مليون جنيه، وده رقم كبير جدا في التوقيت ده. النادي الاهلي تعاقد مع الشديد قناوي، احمد شديد قناوي، بمليون جنيه، وكانوا هم حاطين اسماء، كنت انا رقم واحد في التوقيت ده. لكن فوجئت ان انا كان احساسك ايه وقتها؟ عملت تصرف مش حلو، يعني انا قعدت في البيت 3 شهور وقلت خلاص هبطل كوره، ودي برضو من يعني الخبرات اثرت القليله. عليك بشكل طبعا شخصي طبعا. طبعا انا قعدت بعد الخبر ده ما تم اعلانه ان النادي رفض ان انا امشي، لان كان جاي لي قبلها عروض كويسه جدا، كان جاي لي عرض من النادي الاسماعيلي برضو، بس ما كنتش متحمس بطريقه ان انا اخد مشكله، اعمل مشكله مع النادي بسبب الموضوع. وجاي لي عرض من سامسونج سبورت تركي عن طريق كابتن عفت نصار، وبرضو ما عملتش مشكله. لكن لما جالي العرض النادي الاهلي في التوقيت ده حسيت ان لا، انا كده طب الدنيا بتضيع منك فرصة بتقفل معايا كبيرة. وفرص كتير بتقفل مني، فقعدت في البيت 3 شهور ورفضت تماما ان انا اروح النادي تاني او اتمرن. فبداوا يتواصلوا معايا، طب خلاص طالما انت بالنسبه لك الامور صعبه كده، كان فاضل لي 3 شهور بالظبط في النادي، يعني خلاص انا بالنسبه لي 3 شهور وهبقى فري، فممكن امضي في اي نادي تاني. فتواصلنا مع بعض ان النادي يستفيد مني اي افاده ماديه، وكملت الموسم ده، وبالفعل انتقلت لنادي وادي دجله، دفعوا مبلغ رقم برضو كويس في التوقيت ده، ومشيت رحت وادي دجله في التوقيت ده. انت يعني لعبت قدام الاهلي كذا ماتش طبعا، ايه اللي كتير. بيميز النادي الاهلي عن اي نادي بتلعب قدامه؟ بصي، انا طبيعتي ان انا كل المباريات بالنسبه لي بتبقى مباراه كلها شبه بعضها، لكن برضو عشان نتكلم كلام واقعي والناس تقتنع بيه برضو في الكوره، فكره ان انت بتلعب نادي كل يوم بدور على بطوله بقى الموضوع صعب، طبعا. لان النادي ده كل يوم طموح مختلف، دوافع مختلفه. انا تعاملت كتير جدا مع لعيبه لعبت في النادي الاهلي ولعبت في نادي الزمالك، لعيب النادي الاهلي ولعيب نادي الزمالك ولعيب منتخب مصر، الكواليتي بيبقى مختلف، مش كواليتي في الاداء على قد ما هو كواليتي في الفكر وفي الذهن وفي التفكير. لعيبه النادي الاهلي بيبقوا واخدين بطوله، وتاني يوم بتلاقيهم في التمرين بيموتوا بعض في الملعب، فاللعيبه دي دايما هو بيلعب كل مباراه بالنسبه له هي مباراه بطوله. فاللي بيصعب مباراه الاهلي ان هو الدافع ده اللي عند اللعيبه، ان اللعيبه دي شايله اسم جمهور وشايله اسم مكان، بيدافعوا عن تاريخ، عايزين كل يوم حاجه احسن، فدي من الحاجات اللي بتصعب مباريات الاهلي دايما. فطبعا انا ببقى شايف في صعوبه كبيره في مباريات الاهلي، في حين ان انا الحمد لله ببقى موفق جدا في معظم المباريات سواء اهلي او زمالك، ببقى موفق جدا فيها يعني. فدايما لما بتلعب فريق كبير بيبقى الامور صعبه، لكن لو صعب. عملت حاجه كويسه بتلاقي النتيجه بتاعتها كويسه جدا.